نرجع إلى هذه المحاضرة الأخيرة بالبلفيك كافيتي، كونتنت أو بلفيك كافيتي، وبعدين راح تبدي محاضرات البرينيوم. بالنسبة للبلفيك كافيتي اللي بقى لنا منها اللي هي فيميل جينيتال أورجان، اللي بقى منها فيميل جينيتال أورجان، زائد اللي قرر المحاضرة السابقة راح يعرف إنه إحنا بقى لنا البلس سبلاي مالت من مالت البلادر. خلينا نبدي المحاضرة. علي من على البلاس سبلاي اوف ذا بلادر، قلنا البلادر كاباء موجوده خلف بيوبك بون بالهايبوغاستريك ريجين، وقلنا الكاباسيتي مالتها تقريبا نص لتر 500 سي سي. بيها ريليشن قلنا كل شيء فوقها اللي هو السيجمويد بودي اوف ذا يوتراس والكوليز اوف ذا اليوم، وقلنا انفيريوري عندنا البيوبك بون وهذا الفات اللي صار بظهر البيوبك سميته الريترو بيوبك فات. زين، بالنسبة للبلادر بيها قمة سميها أبيكس متوجهة للبيوبك سينفيسس، وبيها قاعدة، القاعدة إذا فيميل على الفجاينة وإذا ميل راح تكون على الركتم. البلادر بحد ذاته تستلم بلاد سبلاي، سبلاي مين يجي؟ مو من الأورتة وإنما يجي من الانترنال إليك. إذا انترنال إليك شرح يطيني؟ يطيني سبير فزايكال آرتري، ورح يطيني انفيريال فزايكال آرتري. إذا الانفيريال فزايكال آرتري وسبير فزايكال آرتري مين جايين؟ من الانترنال إليك آرتري. شي كلمة آرتري internal iliac artery، إذا شي يصير internal iliac vein. إذا الليمف نود شي كلمة artery، شي يصير الليمف نود internal iliac lymph node. بس بالبلفس هنا لاحظوا احنا كل ما ناخذ organ راح ناخذ nerve supply hypogastric، قلنا بالركتام هاي inferior hypogastric plexus، خذينا البروستيت قلنا inferior hypogastric plexus، هسه احنا قاعد ناخذ البلادر، إذا شو يصير همنا inferior hypogastric plexus اللي قلت لكم هي اختصاص بلفس وهي عبارة عن سمباثتك وبارا سمباثتك. نيجي على الفيميل جينيتال اورجان. الفيميل جينيتال اورجان اول اورجان عندنا الاوفري. الاوفري اذا تريد تطيح بيه، مثلا انت عندك عمليه وتريد تطيح بيه، راح تلقاه موجود بين الاكسترنال اليك وبين الانترنال اليك، اتس باوند كانه مربوط ما بين الاكسترنال اليك فيزلز والانترنال اليك فيزلز. الاكسترنال اليك يصير انتيريوري والانترنال اليك فيزلز يصير بوستير، يعني بالضبط بين هذا الانقسامين هو موجود الاوفري. الاوفري بطول عرض لأن هو يشبه الكرة، الطول مالته شقد 4 سنتيم والعرض مالته نص الأربعة شقد 2، إذا الأوفري طوله 4 والعرض مالته نص الأربعة اللي هي شقد 2. وين بكانه؟ إذا أفتح البلفيس راح ألقاه بين الإكسترنال إليك فيزلز والإنترنال إليك فيزلز. بالنسبة إلى الأوفري، هل الأوفري أو الجينيتال سيستم بصورة عامة بالفيميل انترابريتونيال أو اكسترابريتونيال؟ لا، انترابريتونيال أورجانز، واضح؟ لأن بيها موبيليتي، بي موبيليتي باليوتراس، بي موبيليتي باليوتراين تيوب، أكو موبيليتي لما الأوفري من السير هنا بريجنانسي الأوفري راح يصعد وين يوصل؟ يوصل بالأبدومن، إذا راح يعوف البكان، معناها موبيليتي مو شرط الأوفر يعني هو بي كونتراكشن، وإنما راح ينجر ويا اليوترس يصعد بالأبدون. فحتى رجع للبوزيشن لازم البريتونيوم يسوي كفر، إذا أكو إذا يصير إن إنترا بريتونيال أورجان اليوترس يوتراين تيوب and the ovary it is إنترا بريتونيال أورجان. واللي كذهم راح نسمي البريتونيوم اللي كذهم نسميه ميزو، شن كذا نسميه ميزو مع بعض الاستثناءات. خلني جهز هذا شنو أوفري وهذا شنو عندي يوتراين تيوب، واضح؟ وهذا شنو عندي يوترس. نيجي على هذا الأوفري إذا تلاحظونه كاضته منها لجمنت، شوفوا هسه هاي اللجمنت هاي وحدة وكاضته منها لجمنت هاي شقد صارت 2. إذا هسه أنا هنا عندي هذا الأوفري كاضة منها لجمنت وكاضة منها لجمنت هو أصلهم بريتوني. هذا اللجمنت شوفوا راح يصعد يروح لاترالي، معناه ردي يثبت الأوفري بيمن بالبلفس، يثبت الأوفر بيمن باللاترال وول مال بلفيس. إذا هذا شو سميه سسبنسري المعلق، سسبنسري لجمنت يعلقه، سسبنسري لجمنت أوف ذا أوفري. من تسمع سسبنسري معناه راح يثبته بول بحائط، هذا الوول شو نسميه بلفيك وول. إذا بنقول سسبنسري لجمنت أوف ذا أوفري راح أقول هذا راح مدام سسبنسري راح يثبته بلفيك وول، إذا يربط الأوفري مع من؟ مع البلفيك وول. زين ودكتورة وهذا اللجمنت، هذا اللجمنت تلاحظوا راح يروح
من الأوفري ويروح يكظ باللاترال بارت مالت من أو اللاترال الحافة اللاترال مارجن أوف ذا يوترس. واضح هذا شو سميه راوند. شوفوا راح شي يصير راوند. إذن هذا شو سميه راوند ليجمنت أوف أوفري. إذا اثنيناتين ليجمنت اللي ثبت بالوول أسميه سسبنسري ليجمنت أوف ذا أوفري يثبتني بالبلفيك وول. وهذا اللي يكظ الأوفري مع من مع اليوتراس أسميه راوند راوند ليجمنت أوف ذا أوفري. هسه حفظنا اثنين، بقى الثالث. الثالث هو انه يجي غطى من البريتونيوم يغلف لي الاوفري ويطلع. هذا هنا هذا هنا هذا هو غلف لي اياه ورا. هذا شو اسميه ميزو اوفرين. شو اسميه ميزو اوفرين يكون برود. شوفوا من صاعد هنا بهاي الطريقه، شوفوا هاي صاعدته هذه هاي كلها ماكو هاي الاريا، هذا صاير برود. اذا شو اسميه برود ليجمنت اوف اوفري، او تستعملون المصطلح الثاني نسميه ميزو حتى لا نخلط ويضيع علينا، نسميه ميزو. اذا يا اما لانه عريض، لاحظوا هاي الاريا كلها اللي اسميه برود ليجمنت اوف ذا اوفري، او اسميه ميزو اوفريان. هذا شو اسمه هذا لين يثبته بالوول اسميه سسبنسري ليجمنت، وهذا لين يفر على اليوترس اسميه راوند ليجمنت اوف ذا اوفري. ثلاث اشياء تابعات للاوفري، واحد يثبته بالوول اسميه سسبنسري ليجمنت اوف اوفري يثبته مع اللاترال بلفيك وول، واحد لا يكض يثبته مع اللاترال مارجن مات اليوترس اسميه راوند ليجمنت اوف ذا اوفري، وهذا لين يلف ويطلع بالتقاعد قاعدة عريضة أسميه broad ligament of ovary، أو أسميه مصطلح اللي هو ميزو أوفريان. شو أسميه ميزو أوفريان. نجي هنا أنا هسه هذا وهذا والأوفري، هذا الأوفري انتبهوا لي، هذا اللي رابطة مع اليوترس lateral margin يفر هيك على اليوترس أسميه round ligament of أوفري، ثبت لي الأوفري مع اللاترال مارجن مالت من مال اليوترس. أكو ليجمنت منه يطلع ويروح المين يروح للوول، شو اسميه سسبنسري ليجمنت أوف ذا أوفري، ثبت الأوفري مع من مع البلفيك وول. شايفين هذا اللي طالع، هذا مغلف وطالع، هذا وبرود برود ليجمنت أوف أوفري، أو شو يسموه ميزو أوفريان. شو اسميه ميزو أوفريان. هنا انتبهوا لي هسه هذا الأوفري اللي مغلفه وطالع، هذا اللي هو هذا هو، شوفوا هذا هو، هذا سميه ميزو أوفريان. شو سميه ميزو أوفريان. نجي على البلاس سبلاي. الأوفري ياخذ أوفريان أرتري، وقلنا لأن هو جوناد ومهمة فالأرتري مالته ما تجي من البلفس، من تجي من فوق من الأبدومن من الأورتي. إذا the ovarian artery it is come from aorta، ويجي ينزل داونورد ويلتحق. شلون يوصل داونورد؟ يربط معه يوصل على البلفيس ويدخل السسبنسري ويوصل المن المن الى الاوفري. زين الفين شي كلمه ارتر شو نحط؟ فين، يصير اوفريان فين، ويروح يصعد ابورد هم الدرنج ابورد. واضح اذا صعدون هسه هاي الجهه رايت، راح من يصعد الاوفري ارتر راح يلقى الانفير فينا كيف بضربه، اذا راح يصب مباشر. بينما الليفت من يصعد ايش راح يلاحظ؟ يلاحظ انه انفير فينا كيف بعيد عنه، فيصب بالفين المقابل. شنو الفين المقابل اللي هنا؟ الرينال فين. اذا يصب هنا بالليفت رينال فين. واضح اذا الارتري هو اوفريان ارتري اللي جاي من من الأورتي، الفين أوفريان فين. بس من يصعدن إذا الرايت سايد راح يصب مباشر بالإنفير فينا كيف، لأن هي مواجهة إليه. بينما الليفت سايد يصب بالفين المقابل اللي هو من هو ليفت أوفريان فين، إذا يصب بالليفت رينال فين. إذا الأم هي أورتي طلع من عندها البرانش، إذا الليمف نود شو يصير؟ أورتيك ليمف نود. واضح؟ إذا البلكسز مال نيرف تجي شو يصير؟ اسمها أورتيك بلكسز. واضح؟ شو يصير؟ تنزل ويا وتزود ليها بالنيرف، شو اسميها؟ أورتيك بلكسز. هسا نجي عندنا هنا الأوفريوم،
لاحظوا احنا ovarian او gonadal يعني سواء كان testicular او ovarian artery للفينس درينج ثابت. يقول لك الرايت سايد من يصعد الجونادال artery لين انفير فينا كيفا بوجهه تصب بيها مباشر، بينما الليف سايد سواء كان ovarian او testicular من يصعد شلاح يصعد صعد شاف الانفير فينا كيفا بعيدة، فوين يصب؟ يصب الليفت رينال فين، يصب الليفت رينال فين، والليفت رينال فين وين يحمل بعدين البلاد الى الانفير فينا كيفا. هسه خلصنا من الاوفري، قلنا الاوفري يكض هنا براوند ليجمنت ويكض بعدين سسبنسري ليجمنت، وهنا شو نسميه احنا ميزو اوفريان او نسميه برود لان هو عريض، برود ليجمنت اوف اوفري. واضح الاوفري هنا راح يولد اوفا، والاوفا لازم توصل لليوترس، فراح يجي عندنا شيء اسمه يا اما اوفريان داكت او يوتراين تيوب. هذا الداكت او اليوتراين داكت اذا تلاحظوها ما موجوده بالابر بوردر مالت من مال هذا الليجمنت البرود. واضح هذا الليجمنت البرود اذا موجوده بالابر بوردر اوف ذا برود ليجمنت. الديسكريبشن مالته احنا قلنا الاوفرين طوله 4 وعرضه نص ال 4 2، زين هاي ايش قد؟ هاي طوله 10، هذا ايش قد طوله؟ 10 سنتيم. يتقسم الى 4 اجزاء، ليش؟ هذا القسم يختلف عن هذا القسم، يختلف عن هذا القسم عن هذا القسم. شنو الاربع اجزاء؟ خلينا نشوف السلايد الجاي. هذا الجزء من الاوفاريان اليوتراين داكت لان بي احنا شنو نسوي؟ صاير مثل احنا شلون مثل اللي هو مستلم للاوفا، فنسميه انفانديبولام. شنو نسميه؟ انفانديبولام. It's funnel shape يشبه القمع. لاحظوا انه شلون يشبه بعض، هنا هاي اوضح، هنا هذا الانفنديو يشبه القمع. It's a funnel shape. lateral end، lateral end للأوفري هو موجود، يعني lies in the lateral end of the ovary. اذا it is a funnel shape موجود باللاترال، قريب اللاترال end of the ovary، بمثل اللي احنا شو نسميها اصابع finger like process او projection. هاي نسميها فيمبريا، تسحب الاوفا وتدخلها المن لل تسحب الاوفا وتدخلها هنا بهذا التيوب. اذا الانفانديبولوم يشبه القمع موجود قريب اللاترال part of ovary او lateral end of the ovary. هذا بي بروجكشن نسميها فيمبريا، تسحب الاوفا. هذا الجزء الواسع شو نسميه هنا؟ هذا اسميه امبوله. الامبوله هو الوايدست بارت مالت من مات اليوتراين تيوب. بعدين يجيني هذا الجزء، هذا الجزء شو اسميه؟ اسمس. شو اسميه؟ اسمس، هو ناروست بارت. واضح. بعدين يجيني هذا البارت اللي هو بكان الدخلة لليوترس اسميه انتراميورال بارت، داخل بالميورال مات اليوترس فاسميه انتراميورال بارت. اذا هذا اسميه فنديبولا، هذا اسميه امبولة، هذا اسميه اسمس، وهذا اسميه انتراميورال بارت. هذا فنل شيب وبي فيمبريا، هذا وايدست بارت، هذا هنا صار ناروست وهنا دخل المن لل ويتوراين وول. واضح. نيجي هسه على البلاد سبلاي. البلاد سبلاي عندي هذا اليوتراين تيوب ما يجي له ارتري اليه، وانما ياخذ من القريبات اوفري هنا وعنده يوترس هنا، يعني معناه عنده اوفريان ارتري هنا وعنده يوتراين ارتري هنا، فياخذ من عندهم. هذا الجزء ياخذ منين؟ من الاوفريان ارتري اللي هو جاي منين؟ من الاورتي. اذا الفين ايش راح يصير؟ اوفريان فين. وين يصب؟ اذا بالرايت سايد يصب الانفير فينا كيفا، واذا بالليف سايد الاوفريان فين ايش راح يصب؟ يصب الليف رينال فين. زين انت هذا الجزء يزودك الاوفريان ارتري، اذا الليمفاتيك، الليمفاتيك درينج مين؟ من ام الاوفريان ارتري اورتي، اذا الليمفاتيك هنا درينج اورتيك ليمف نود. نيجي على هذا الجزء، هذا الجزء من يزوده؟ هذا الجزء يزوده اليوتراين ارتري اللي هو مين جاي؟ هذا هو اليوتراين ارتري، يزوده جاي من الانترنال اليك ارتري. اذا يوتراين ارتري انترنال اليك ارتري، يوتراين فين انترنال اليك فين، الليمفاتيك درينج الام كلها انترنال اليك، اذا هذا الجزء انترنال اليك ليمف نود. زين دكتوره بالنسبه للنيرف سبلاي لانه بالبلفس، اذا الانفيرير هايبوغاستريك بلكسس، النيرف سبلاي من هو؟ انفيرير هايبوغاستريك بلكسس.
نيجي على اليوترس. اليوترس شكله يشبه البير شيب مثل الكمثرة. المجر مالته احنا قلنا هذا شقد 4 بنص الأربعة 2، هذا شقد هذا 10، هذا شقد هذا 8 طوله، وعرضه شقد عرضه 5، والثكنس مالته نص الخمسة شقد 2.5. اذا هذا شقد هنا الطول 4 والعرض 2، هذا شقد 10 سنتيم. اقول لك احكي بالسنتيم. اليوترس بي طول وبي عرض وبي ثكنس هذا السمك. الطول 8 والعرض 5 والثكنس نص الخمسة 2.5 سنتيم. يتقسم الى اجزاء. الجزء هذا القبة شو اسمي انا فندس، واللي يصير above the entrance of uterine tube. هنا مو uterine tube طب لليوترس، ويصير above the entrance. بعدين يجي البودي. البودي يجي من تحت الانترنس مات اليوترين tube وينزل داونورد المين لل يعني هنا يوصل هاي الاريا. هاي الاريا هنا صار تضيق. هذا النروس بارت اسمي شنو؟ سيرفكس. اذا هنا القمة الفاندس بفور above the entry of the uterine tube. تحت الانتري مال uterine tube شو اسمي انا بادي. من يبدي هذا الاريا تصير نروست، شوفوا هنا بدت تصير نروست، راح يبدي شنو هو اسمه سيرفكس. نيجي على الريليشن. شنو هو الريليشن المال لليوترس؟ الريليشن اوف ذا يوترس. هسه هذا اليوترس شنو انتيريوري؟ عندي انتيريوري هذا الباوتش، وعندي شنو عندي؟ عندي البلادر، واضح. وعندي هاي اذا تشوفوا هاي الصاعده ونازله، هذا يسموها الفاجينا. اكو عندها صاعده هنا، وعندها شوفوا هنا عندها هنا صاعده. هاي الصاعده شو نسميها؟ فورنكس. فورنكس اوف وات؟ اوف فاجينا. لين صايره انتيرير نسميها انتيرير فورنكس. اذا القدام هذا اليوترس قدامه شنو؟ قدامه هذا الباوش. هذا الباوش شو اسميه؟ اسميه يوريترو فازايكال باوش. بعد شنو قدامها؟ قدامها بلادر. بعد هاي الفورنكس. هاي الفورنكس شو اسميها؟ انتيرير فورنكس اوف فاجينا، واضح. اذا اذا نرجع ونقول هذا البودي مات اليوترس شنو قدامه؟ باوتش بلادر وفورنكس. الباوتش شو اسمه؟ اركب الاسمين يوريترو فازايكال باوتش، بعد بلادر، بعد هاي الصاعده انتيرير فورنكس اوف فاجينا. زين بوستيرير شنو عنده؟ بوستيرير عندي هنا السيجمويد. احنا متكمله الركتم سيجمويد سيجمويد. وشوفوا هذه هذه الاليوم كوليز اوف ذا اليوم. اذا كوليز اوف ذا اليوم والسيجمويد كولون، وهذا الباوتش. هذا الباوتش شو اسميه؟ اسميه ركتو يوتراين باوتش. اذا بوستيرير شنو عندي؟ بوستير عندي باوتش، انتير عندي باوتش، واضح. هنا هذا الباوتش اسمه اسميه ركتو يوتراين باوتش، او بعدين راح تسمعون اسمه باوتش اوف دوغلاس بالنسائيه، او من المشي بالمحاضرات راح تسمعوه باوتش اوف دوغلاس. اذا هذا اسميه ركتو يوتراين باوتش او باوتش اوف دوغلاس. بعد اليال كوليز زائد السيجمويد كولون. لاترالي هسه عندنا هذا اليوترس. شنو اللاترالي اليه؟ شوفوا نبدي منه. عندي يوريتر يوتراين ارتري، واضح. يوريتر ويوتراين ارتري، واكيد اذا ارتري هم ايش راح القى؟ يوتراين فين. زائد شنو عندي؟ عندي هذا الليجمنت، بعدين راح هسه نراويكم اياه. ليجمنت ينزل بهيج طريقه مثل البرد. شو اسميه؟ اسميه برود ليجمنت. احنا سمينا هنا برود ليجمنت اوف اوفري، وهنا عندي برود ليجمنت اوف وات؟ اوف يوترس، واضح. نيجي هسه نعيدها. بالنسبة لليوترس لاترال شنو عندي؟ عندي يوريتر، عندي يوتراين ارتري، يوتراين فين، وعندي اللات ما خذينا احنا الفورنكس. لاترال فورنكس، تذكرون هاي الفورنكس اللي هي صعدة الفاجينا تصير عندها صعدة انتيرير واثنين لاترالي ووحدة بوستيريري. هاي الفورنكس لاترالي تعطيني شنو؟ تعطيني ريليشن. واليوريتر يعطيني ريليشن، واليوتراين ارتري اند فين يعطيني ريليشن. زائد هسه نمشي السلايدات راح نشوف اكو ليجمنت عريض هنا نسميه برود ليجمنت اوف يوترس. زين هل اليوترس انترابريتونيال؟ نعم، ات از كومبليتلي كفر باي.
اكتبوا لي هنا. شوفوا هذا الليجمنت اللي خلي الاوفر يلزم باليوترس شو اسميه انا؟ اسميه راوند ليجمنت اوف اوفري. الليجمنت اللي يقض اليوترس الاوفري مع البلفيك اسميه سسبنسري ليجمنت اوف اوفري. هذا شو اسميه؟ اسميه ميزو اوفريان او شو اسميه؟ اسميه برود ليجمنت بس تابع لمن؟ للاوفري. هذا الليجمنت شو اسميه؟ اسميه برود ليجمنت بس تابع لمن؟ لليوترس. شوفوا لاحظوا شايفين هاي الصعده هنا واللي هنا، هاش اسميها فورنيكس. اذا هسه بنجي ادرس اللاترال ريليشن لليوترس، اجا يوتراين ارتري يوتراين فين وبرود ليجمنت زائد هاي الفورنيكس، وحده منها وحده منها، اسميها لاترال فورنيكس اوف وات؟ لاترال فورنيكس اوف فاجينا. البلس سبلاي مات اليوترس راح يكون مزدوج، يعني شنو؟ الانترنال اليك ارتري راح يعطيني يوتراين ارتري يزود لي هاي الاريا. هذا الجزء من هنا ايش راح يكون؟ من الاوفريان ارتري. اذا الاوفريان ارتري شوفوا شارك بتزويد الاوفري وشارك بتزويد اليوتراين تيوب وراح يشارك بتزويد اليوترس. اذا الاوفريان ارتري يزود الاوفري ويزود اليوتراين تيوب راح يشارك بتزويد اليوترس. ثلاثه نيجي هسه بلاد سبلاي، نقول الارتريال يوتراين ارتري جاي من الانترنال اليك ارتري، اوفريان ارتري جاي من الاورته، والفين اقل شيء كلمه ارتري نحط فين، يوتراين فين انترنال اليك فين، اوفريان ارتري يصير اوفريان فين. واضح؟ زين دكتورة بالنسبة للنير سبلاي حالة حال الموجودين، هسه احنا شقد قلنا انفير هايبوغاستريك بلكسز يزودها كنير سبلاي؟ انفير هايبوغاستريك هي لها علاقة بالبلفك اورجان يزود لي اياها بالسمباثيك والباراسمباثيك. خذينا بالمحاضرات الركتم بروستيت بلادر، هسه خذينا يوتراين تيوب واليوترس. واضح؟ ها كلها انفير هايبوغاستريك بلكسز يزودها. واضح؟ نيجي على الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج لين الفندس تاخذ سبلاي من الاوفريان ارتري، احنا قلنا اوفريان ارتري يشترك بثلاثه يزود لي اوفري ويوتراين تيوب ويوترس، لين هذا الجزء ياخذ من الاوفريان ارتري والام للاوفريان ارتري هي اورته، اذا الليمف نود شي يصير اورتك ليمف نود. واضح؟ لين هذا البادي والسيرفكس ياخذون من اليوتراين ارتري واليوتراين ارتري طالع من الانترنال اليك ارتري، اذا الليمف نود شي يصير اسمه internal iliac lymph node. نيجي على هاي العبارة يقول لك a few lymph vessels follow around ligament of the uterus. تذكرون محاضرة inguinal canal قلت لكم بالفيميل one of the content of inguinal canal هي round ligament of uterus. عندنا ligament يطلع من اليوترس ويدخل بيمن؟ يدخل بالinguinal canal ويروح على الجينيتاليا outside. واضح؟ هذا من يطلع من اليوترس ويدخل بالكنال يشيله يا lymph، من يشيلوا يا لينف؟ هذا اللينف وين راح يصير الدرينج مالته؟ ما دام انت طلعت اوتسايد، واضح، ورحت يم الجينيتاليا، اذا هاي الجينيتاليا اختصاص يا لينف نود انجواينال لينف نود، ولان لانها اوتسايد اذا وين يصير سوبرفيشال انجواينال لينف نود. اذا الابر بارت الفندس للاوفريان تتبع الاوفريان ارتري اذا تروح للاورتك ليمف نود، ذن تابعات يوتراين ارتري اذا تروح انترنال اليك ليمف نود. زين دكتوره اكو بعد درنج؟ اي قلنا اكو راوند ليجمنت يطن اوف ذا يوترس يدخل بالانجواينال كانال ويروح اوتسايد للجينيتاليا، هذا يشيله يا ليمفاتيك، بس الدرنج مال هاي الليمفاتيك يصير اوتسايد الجينيتاليا تبع من؟ تبع الانجواينال ريجن، اذا يصير الدرنج بالسوبرفيشال انجواينال ليمف نود. نجي ورا ما درسنا الأوفري واليوترين تيوب واليوترس، هسه راح ناخذ آخر جزء اللي هو الفجاينة. فجاينة تز ماسكولر تيوب، شقد طوله؟ نفس طول هذا، هذا شقد طوله؟ مو قلنا ثمانية؟ إذا هذا هم راح يصير ثمانية. نرجع الأوفر شقد طوله؟ أربعة، والعرض نص الأربعة اثنين، الأوتيوب هذا عشرة. زين واليوترس؟ اليوترس طوله ثمانية، إذا الفجاينة ثمانية.
عرض اليوترس 5 والسمك مالته نص 5 2.5. الفاجينا بيها انتيرير وول وبيها شنو بوستيرير وول. هذا لليومن شو اسميه فاجينا لليومن، واضح. الفاجينا لليومن مشكله بيه يصعد يسوي لي، شايفين هذا الصعد الزايده، هاي نسميها فورنكس. تحيط لي هذا السيرفكس، هاي نسميها فورنكس، تحيط لي هذا السيرفكس، واضح. هاي الفورنكس راح تنقسم الى اربعه، واحد انتيرير فورنكس، واحد بوستيرير فورنكس، واثنين يصيرن على اللاترال. هسه احنا هنا بهاي السلايد شنو قاعد اشوف؟ قاعد اشوف اليومن صعد زايد ومن نانا ومن نانا سوالي فورنكس، هاي سميها انتير فورنكس وهاي سميها بوستير فورنكس. زين دكتور اريد اشوف اللاترال فورنكس، راح اروح على السلايد الورا. شوفوا هذا اليوترس وهذا الجزء المتضيق هو السيرفكس، وهذا الليجمنت انا شو اسميه، انا هذا الليجمنت اسميه الليجمنت العريض لليوترس، اسميه شنو هو the broad ligament of the uterus. هاي نسميها vagina it is muscular tube. اليومن مالتها يصعد زايد يسوي لي شنو هو فورنكس. هسه انا عندي هاي الليفت وهاي الرايت، اذا هذين الاثنين شو اسميهن lateral fornix، lateral right lateral و left lateral fornix. نيجي على الريليشن، شنو هو الريليشن للفاجينا؟ انتيرير شو تشوفون؟ عندي بلادر، ومن جوا شنو عندي؟ عندي يوريثرا. اذا الانتيرير ريليشن للفاجينا ابوف بلادر وبلو شنو عندي؟ يوريثرا. زين هاي وحدة. زين بوستيرير شنو عندي؟ بوستيرياري بالتدريج اخذه من فوق، هذا الباوتش صار بوستيرير. اذا هذا الباوتش شو اسميه؟ قلت لكم يا اما نسموه باوتش اوف دوغلاس او نسميه ركتو يوتراين باوتش. بعد انزل هاي الفاجينا شنو بوستير الها؟ ركتم. هاي الفاجينا شنو بوستير الها؟ البيرينيال بودي. اذا انتيرياري شنو عندي؟ انتيرير عندي بلادر فوق ومن تحت شنو يوريثرا. بوستير شنو عندي؟ pouch of Douglas أو recto uterine pouch ورectum هو perineal body. نيجي على the blood supply of the vagina. the blood supply of the vagina عندنا هذه vagina the blood supply. قلنا the internal iliac artery راح يعطينا vaginal artery راح يعطينا شنو uterine artery. هذين الاثنين ناتين الارتري راح يشاركن في تجويد الفاجينا. لاحظوا هسه الانترنال اليك ارتري راح يعطيني وات فاجينال ارتري. اليوتراين ارتري من يصعد يزود اليوترس راح يدز هذا البرانش اللي هو مين جاي من اليوتراين ارتري. هذا برانش اسميه فاجينال برانش اوف يوتراين ارتري. اذا الفاجينا زود الفاجينال ارتري يوتراين ارتري اللي هم اصلهم مين من الانترنال اليك ارتري. شوفوا هنا لقينا الفينس درينج ان انترنال اليك فين. اذا نشوف الليمفاتيك درينج هنا همنا راح يصير the upper and the middle part of vagina يرجعون المين للانترنال اليك. شوفوا انترنال اليك ليمنود، بس اللور بارت من الفاجينا لين يصير يعني شلون نقول اوس، يعني مو يصير اوس بمعنى اخر انه راح جزء من عندها راح يروح يم البيرينيوم، والبيرينيوم هي منطقه تابعه للنجواينال ريجن. فاذا هذا الجزء راح يصير الدرينج مالته وين؟ بالسوبرفيشال انجواينال نود، انجواينال ليمف نود. اذا الفاجينا راح تنقسم اول ثلثين، هو صحيح الليمفا الفين البلد والارت يعني الارتيرس هو ارتيريال او فينس هو واحد، بس الدرينج راح يختلف اللي هو الليمفاتيك درينج. اول ثلثين انترنال اليك ليمف نود، اخر ثلث لين يصير تقريبا قريب على البيرينيوم فيروح للسوبرفيشال انجوانال ليمف نود، ولين هي حاله حال بقيه البلفيك اورجانز. فاذا النيرف سبلاي انفير هايبوغاستريك بليكسس. والحد لهنا تنتهي محاضرات البلفي كافيتي. أرجو أن تكون محاضرات مفيدة لكم، وإن شاء الله محاضرات برينيوم نكملها وياكم دكتور صالح. شكرا جزيلا.